رحل من الباب الكبير لا إقالة أو رحيلاً مخزن. المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي يرحل عن نابولي بطلاً لإيطاليا للمرة الأولى منذ 33 عاماً. حقبة سباليتي انتهت سريعاً لحاجة المدرب الإيطالي للمزيد من الراحة بعد موسم طويل أعاد فيه مدينة الجنوب إلى الألقاب. نابولي خاض مع سباليتي 95 مباراة، حقق الفوز في 61 وتعادل في 16 وخسر 18 مباراة فقط، وسجل الفريق 201 هدف واستقبل 94، كما تأهل بالفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه. وقبل سباليتي فشل نابولي في التأهل لدور الأبطال مع مدربه السابق جينارو جاتوسو، ولم تكن نتائجه كما يأمل عشاقه حتى رحل جاتوسو وجاء البطل سباليتي. ومع رحيل المخضرم الإيطالي سيكون نابولي في ورطة حقيقية، إما الدخول في نفق مظلم ينتهي بالفريق في مركز لا يليق بالبطل، أو يأتي مدرب يستكمل مسيرة إنجازات سباليتي.